مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مساء الخير على جماهير النادي الأهلي في العالم كله. النهاردة حلقة بداية الأسبوع مع البيت الكبير. خليني بس أقول ألف ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لمنتخبنا، منتخب كرة اليد اللي صعد النهاردة للمرة الخامسة في تاريخه إلى دور الثمانية. مباراة كانت أكتر من رائعة، عندنا رجالة، عندنا إصرار، عندنا عزيمة. تقول مبروك لأسرة كرة اليد، لعيبة، إدارة على مستوى اتحاد الكرة لكرة اليد، كل اللاعبين، وأولهم طبعا مبروك للشعب المصري صعود منتخبنا إلى دور الثمانية. النهاردة حلقتنا في البيت الكبير إن شاء الله هتكون حلقة مميزة جدا، معانا ضيوف مميزين جدا، أكيد إن شاء الله هنستمتع بحلقة مميزة في البيت الكبير زي ما عودناكم دايما هنا في قناة النادي الأهلي. قبل ما نقول أي حاجة طبعا لازم نرحب أكيد بالمتألقة دايما سهام، برحب بيكي كابتن هاني. شكرا ليك صديقي العزيز، شكرا ليك، ومبروك لمصر، مبروك لمصر حبيبتي. شو يعني نقول إيه؟ نقول ألف ألف مبروك يا جمهور النادي الأهلي العظيم، يا جمهور مصر العظيم، ألف ألف مبروك. زي ما انت قلت كابتن هاني، النهاردة حلقة مميزة عشان هنتكلم فيها عن صعود منتخبنا الوطني لكرة اليد لدور الثمانية. ألف ألف مبروك، مباراة كبيرة جدا وصعبة وعظيمة أمام سلوفينيا.